اللي باستخدام الفورميلا للفور، النتيجه اللي طلعت بالفور اللي بوتنشال انجي الاستيك بتساوي 0.4 ضرب هيدي، حددي لي مين هو الاخضر البوتنشال انجي الاستيك ولا الاحمر. طيب بيجي انا بتطلع انا التي ايكوال 0، اوكي خليني اشوف. بيجي انا واضح انه الاحمر التي ايكوال 0 هو 0، مظبوط لانه لكن بلش من الصفر. الاخضر التي ايكوال 0 هو 0.4، مظبوط. طيب شو بيجي بعمل انا؟ ما انا معي الفورميلا للبوتنشال انجي الاستيك بعوض فيها تي ايكوال 0، نعطاني 0 فالاحمر بيكون هو البوتنشال انرجي الاستيك، نعطاني 0.4 فبيكون الاخضر. فهمتوا علي؟ ما انا معي الفورميلا للجراف تبعول البوتنشال انرجي الاستيك از فانكشن اوف تايم، اوكي؟ يعني المفروض اعوض فيها التي وشوف شو بيطلع. فاذا بعوض فيها تي ايكوال تو 0، اوكي؟ بيطلع عندي ساين 3 باي على 2، 3 باي على 2 هي ال 270، اوكي؟ ساين 270 هي ماينس 1 سكوير هي بتصير 1 ضرب 0.4 0.4، يعني هيدي لما عم عوض فيها تي ايكوال 0 عم تعطيني 0.4، يعني 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 الجراف الاخضر هو للبوتنشال انرجي الاستيك، لانه لو عاطيني 0 كان هو الجراف الاحمر. كلير؟ هلا سبيسيفاي ذا كيرف ويتش ريبريزنت ذا كاينتيك انرجي، الثاني هو الكاينتيك انرجي لانه على طول الكاينتيك انرجي بيكون اوبوزيت تو ذا بوتنشال انرجي الاستيك، لما بتكون بوتنشال انرجي الاستيك ماكس بتكون ديكيمنت، سو ذا ريد 1. اوكي هلا فيريفاي ذات تي انرجي ايكوال تي 0 على 2. هلا مثل ما اتفقنا هون هو الجرافس للانرجيز، لحتى اطلع تي انرجي فيني اختار واحد منهم، يا الكاينتيك اللي هو الاحمر يا الالاستيك، وعلى طول التي انرجي بتكون بين تو كونسيكيوتيف ماكس. لنفترض اخترت الاخضر اللي هو البوتنشال انرجي الاستيك، هيد تي انرجي. لنفترض اخترت الاحمر اللي هو الكاينتيك، هيد تي انرجي. بده يكونوا الماكس ورا بعض، فيكي تشتغلي على الماكس او على المين، اوكي؟ بيجي بتطلع انا بده يطلع نفس الجواب طبيعي، اوكي؟ خليني اختار الاخضر. خليني اختار اني انا اطلع تي انرجي من البوتنشال انرجي الاستيك. طيب، قديش التي انرجي؟ من 0 ل 0.25، اوكي؟ انا كيف بطلع كيف بطلع البيريد تي انرجي؟ بيجي بتطلع التايم لهيدي ماينس التايم للاولى، يعني 0.5 ماينس 0، فبيطلع 0.5. أو إذا اخترت الأحمر، أوكي، هو الوقت من هون لهون. يعني 0.75 ماينس 0.25 بده يطلع نفس الشيء، فطلع التي انرجي 0.5. بس ما نحن التي 0 قديش كنا مطلعينها؟ برجع بذكر تي 0 هي بيريد اوسيليتر اللي هي بتطلعها من الاكس. تي انرجي هي البيريد للكاينتيك انرجي بوتنشال انرجي الاستيك، كلير؟ فاذا تي انرجي هيدي اذا بطلعها بتطلع 1. هيك انا برهن انه تي انرجي هي تي 0 على 2 وتي 0 هي 1، كلير؟ سو ما بدها شيء صبايا. اوكي كيف بتطلع البيريد؟ سمبلي جدا فيني اختار جراف، اوكي؟ وهي على طول التايم بتوين تو كونسيكيوتيف ماكس ورا بعض، مهم يكون ورا بعض، يعني مش بالامتحان تقولي لي هالبيريد هون في 3 ماكس لازم يكونوا ورا بعض، اوكي؟ فيني اختار هيدا وهيدا، شو التايم لهيدا 1.25، شو التايم لهيدا 0.75، البيريد صبايا مش تختاري ماكسيموم لاول كيرف وماكسيموم لثاني كيرف، صبايا انا بثبت كيرف واحد، يعني انا عم بشتغل على الاحمر على الكاينتيك انرجي، بختار اول ماكسيموم للاحمر وثاني ماكسيموم للاحمر، نفس الشيء للاخضر، بس مش لاقيكي عم تشتغلي على الاحمر والاخضر، يعني تقولي لي البيريد هي من هون لهون، لا، البيريد هي بتكون between the two max of the same curve، كلير؟ طيب، هلا هيدا السؤال جدا مهم جدا مهم، specify a time interval during which kinetic energy is transformed into elastic potential energy and the block is moving in the positive direction. هذا السؤال فيه معلومتين بدي هن. بدي حدد بأي time interval، يعني مثلا يمكن يطلع بين 0 و 0.25 أو يمكن يطلع بين 0.25 و 0.5. اوكي؟ time interval واحد بدي حدد، الكاينتيك انرجي عم تتحول لإلاستيك بوتنشال انرجي ومش بس هيك كمان عم بيمشي بالبوزيتيف دايركشن. اوكي؟ طيب، خليني بلش اشتغل. اوكي خليني بلش اشتغل. برجع انا عندي اثنين نوت بالسؤال بحطهم قدامي بالحل، يعني بتكتبي مثل ما انا كاتبه بالضبط. انا بدي كاينتيك انرجي عم تتحول بوتنشال انرجي الاستيك والبلوك عم يمشي بالبوزيتيف دايركشن، صبايا بوزيتيف دايركشن. اوكي شو يعني عم يمشي بالبوزيتيف دايركشن؟ يعني بده يمشي هيك، يعني اي شيء عم يمشي هيك غلط،
الانترفل اللي بدك تختاريه بده يكون البلوك عم يمشي بالبوزيتيف دايركشن مش بالنيجاتيف. طيب بيجي انا بتطلع بهذا الكيرف، انا اول معلومه بدي اياها تكون الكاينتيك عم تتحول لبوتنشال انرجي الاستيك. اوكي طيب بيجي بتطلع الكاينتيك هو الاحمر، البوتنشال انرجي الاستيك هو الاخضر. اول انترفل هو بين 0 و 0.25، بوتنشال انرجي الاستيك عم بتقل، كاينتيك عم بتزيد. هيدا ما بدي اياه لانه هون واضح انه البوتنشال انرجي الاستيك اللي عم بتقل عم تتحول لكاينتيك، انا بدي العكس. خدي تاني انترفل بين 0.25-0.5، عندي كاينتيك عم بتقل، بوتنشال انرجي الاستيك عم بتزيد. هذا بدي اياه لانه الكاينتيك انرجي عم بتقل فكانه عم تتحول لبوتنشال انرجي الاستيك. فانا مبدئيا الانترفل هو المضبوط. شوف اذا الكونديشن الثاني ساتسفاي، هل البلوك موفينج ان ذا بوزيتيف دايركشن، موفينج ان ذا بوز، يعني هل بهيدا الانترفل البلوك عم يمشي بالبوزيتيف رايح هيك، لانه انتبه ممكن يكون عم يمشي هيك او هيك. اذا لحتى يكون عم يمشي بالبوزيتيف دايركشن يعني الفي بوزيتيف بوزيتيف مزبوط. سو لحتى يكون عم يمشي بالبوزيتيف دايركشن بدي في بوزيتيف. شو بيجي بعمل انا يا صبايا؟ بيجي انا اوكي بيجي بتطلع انا معي الفورمولا للاكس مزبوط، انا فاذا ثبتت الانترفل اللي بدي اياه، ثبتت الانترفل، هيدا الانترفل ثبتته على اساس كاينتيك عم بتقل وعم تتحول لبوتنشال انرجي الاستيك. اوكي طيب مزبوط. طيب فاذا يعني اوكي بس بعدني بدي اتاكد من الكونديشن الثاني، هل الفي نيجاتيف هل الفي بوزيتيف؟ ما هو قايل لي اتاكدي، وشرط الثاني انه تكون الفي عم تمشي بالبوزيتيف دايركشن. طب انا هاي الفورمولا للاكس اوكي، شو الفورمولا للفي يا صبايا؟ فورمولا للفي هي الديريفاتيف، يعني في هي اكس برايم يعني ايكوال 0.1 ضرب الديريفاتيف لهي، ديريفاتيف لهي بتطلع 6.324 لبرا، كوساين 6.324 تي زائد 3 باي على 2. شو بيجي بعمل؟ بدي اتاكد هل الفي بهاي الانترفل هي بوزيتيف؟ ما انا هيدا اللي بدي اياه، اذا هيك يعني خلص ساتسفايد. بختار اي تي بقلب هالانترفل، حيلا تي بلونجينج لهالانترفل، افترضي تي ايكوال 0.3، تي ايكوال 0.3 بعوضها هون. اذا طلعت الفي بوزيتيف يعني خلص، اذا طلعت في نيجاتيف لا، برجع بفتش على انترفل ثاني، بجي بعوض. اول شغله خليني حل ازمه هاي 6.324 تايمز على تايم 0.3 زائد 3، اكتبي كله بالراد اوكي، كله بالراد يعني باي بتعوضيها بالراد، بيطلع الجواب بالراد. اوكي هلا بدك تحسبي الكوساين، لتحسبي الكوساين مثل ما فهمتك بتحوليها لديجري، حولتها لديجري، طلع كوساين 378.75 قد ايه بيطلع بوزيتيف، فهاي بوزيتيف مضروبه بهو بوزيتيف طلعت الفي بوزيتيف، فمعناته هيدا الانترفل المضبوط لانه بهالانترفل عندي كاينتيك عم تقل، بوتنشال انرجي الاستيك عم بتزيد والفي بوزيتيف. صبايا شفتي لو كان الفي نيجاتيف معناته ما بياخذ هالانترفل، برجع بفتش على انترفل ثاني. كيف بفتش على انترفل ثاني؟ برجع بيجي بتطلع، فاذا بين 0.25-0.5 كاينتيك صح عم بتقل، بوتنشال انرجي الاستيك عم بتزيد، بس ما الفي طلعت نيجاتيف، برجع بالانترفل لحدا بين 0.5-0.75 كاينتيك عم بتزيد، بوتنشال انرجي الاستيك عم بتقل، هيدا ما بدي اياه. اوكي بين 0.751 رجعت الكاينتيك تقل، بوتنشال انرجي الاستيك تزيد، يعني مثل كانه كاينتيك عم تتحول لبوتنشال، هيدا بدي اياه. برجع فاذا الانترفل الثاني اللي بدي اياه بدي ارجع اتاكد اذا بهالانترفل في بوزيتيف ولا نيجاتيف، نفس الشيء برجع بختار تي بقلب هالانترفل مثلا مثل 0.8-0.9 بعوضها وبطلع الكوساين، بعوضها اول شيء كراد برجع بحولها لدجري وبطلع الكوساين. الطريقه الثانيه لحل هيدا السؤال اسهل بكثير بكثير، بس انا بدي اعمل طريقتين. طيب صباح انت ات تي 0 ايكوال 0، انت ركزي معي، نحن البيريد نحن منين بلش الاوسيليتر؟ منين بلش؟ مش من ماينس اكس ام؟ ليعمل اوسيليشن كامله بده يروح من ماينس اكس ام على 0 على اكس ام، يرجع من اكس ام ماينس اكس ام. انتبه بما انه عم بيشتغل بالاكس كون عم بيشتغل بالبيريود تي 0، بس كون عم بيشتغل بالاكس كون البيريود تي 0، بس كون عم بيشتغل بالانرجيز البيريود لهم تي انرجي. طالما عم بيشتغل بالاكس هاي طيب الوقت ليروح من ماينس اكس ام لزيرو لاكس ام، يرجع من اكس ام لزيرو لماينس اكس ام هو تي 0. زيرو يعني هو بلش ات تي 0 ايكوال 0 من ماينس، وتذكري هو بلش من تي 0 ايكوال 0